عاصمة ثقافية، وهذا سيحسب ويسجل بالنسبة للمغرب ولا خارج المغرب. ولكن بداية لابد أن أشكر السلطة، رجال السلطة، على المجهودات اللي قاموا بها من أجل سيرورة وضمان سير هذه الجلسة، وعلى رأسهم السيد الوالي. ولابد أن أشكر المنابر الإعلامية واللي واكبت هذا الانتخاب ديال عمدة الرباط، واللي ما كانش سهل، كان فيه شوية ديال السخونية. هذا شيء إيجابي جدا. اليوم أنا عمدة للجميع، عمدة للأغلبية وللمعارضة. المعارضة هو حق دستوري، وهو المعارضة هي شيء إيجابي جدا، هو اللي غيخلينا أننا غنشتغلوا وعارفين أننا معارضة وغنكونوا في الطريق الصحيح. اليوم مصلحة ديالنا هي مصلحة مدينتنا، مصلحة ساكنتنا، وأنا مد يدي للجميع باش نشتغلوا جميع كمجموعة واحدة في سبيل التنمية، في سبيل الرفع من مستوى العيش ديال الساكنة، في سبيل الرفع من مستوى ديال الرباطيين. وأنا اليوم غادي ندوز إن شاء الله بالنسبة للتصويت على اللائحة، وقبل ما غادي نبداو التصويت غتعطينا شوية الوقت باش غادي نتلاقاو مع المجموعة ديال الممثلين على الأحزاب من أجل التصويت، من أجل التشكيلة ديال اللائحة. إذا غنطلب من حزب